بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حضرات؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما تكونوا بخير. انا ريهام معاكم موقع فيرست اونلاين. جايبه لكم النهارده منتج حلو قوي، ممتاز جدا ومميز جدا زي ما انتم شايفين معانا كده. طقم توابل طبعا ممتاز جدا وغير اي طقم توابل تاني، لانه خشب تكوينه حلو قوي، خشب عالي كويس جدا، جودته عاليه زي ما انتم شايفين، خامته كويسه جدا وهيحافظ جدا على التوابل، وكمان مش بيأثر باي حاجه ولا بالميه ولا بمقاومات اي حاجه، وبيقاوم الميه والصدأ واي حاجه كويس جدا. وزي ما انتم شايفين حلو قوي. طبعا ده للعرايس اللي حابه تهتم بالمطبخ وبيجهز جديد، ده شكل مختلف جدا عن اي طقم توابل وحلو قوي زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. تعالوا نشوف معانا طقم التوابل من الداخل. زي ما انتم شايفين معانا هو بالشكل ده، جميل جدا. طبعا ثلاثة من الخارج زي ما انتم شايفين، وكمان تلات اربع بتعمل اربع توابل من برطمانات توابل من قدام زي ما انتم شايفين، ده تحط بيه اي توابل. حلو قوي، الغطاء بتاعه متميز وجميل جدا وشكل حلو قوي، زي تحطيه في اي مكان في المطبخ على الرخامه او تعلقيه برضو مش اي مشاكل. جميل جدا، مختلف جدا عن جماع اي طقم توابل تاني. حاجه جديده لسه نازل جديد مستورد، جميل قوي، خامته كويسه جدا، والخشب بتاعه هيستحمل معاكي وهيعيش معاكي مده طويله كويس جدا، وكمان عملي وحلو قوي، تقدر تحط فيه جميع اي نوع توابل. جميل جدا، والغطا بتاعه شكله حلو قوي، والغطا بتاعه ممتاز وحاجه مختلفه تماما، وكمان متين تقدري تعلقيه في اي مكان في المطبخ او تحطيه على الرخامه. حلو قوي، كويس جدا، وحلو قوي للعرايس اللي بتجهز او المدامات اللي حابه تغير. جميل، كويس جدا وجميل، وسعره حلو قوي وخامته عاليه وكمان متين وعملي جدا كمان مع الاستخدام، بيقعد معاكي مده اطول ومش وكمان بيقاوم الميه والصدأ واي حاجه، ولو وقع منك ولا اي حاجه مش بيتاثر لانه مقاوم. جميل جدا وممتاز زي ما انتم شايفين حضراتكم. طبعا لو في اي استفسار او اي حاجه تقدروا تتواصلوا معانا على الرقم التالي، او تسيبوا لنا كومنت اسفل الفيديو تتواصلوا معانا على الرقم ده 010-992-89947. طبعا ما تنسوش عندنا شحن داخل وخارج مصر وكل محافظات اللي في مصر. طبعا متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتتواصلوا معانا، وشكرا جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.